يحل فريق الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على نظيره الزمالك في 6:30 من مساء اليوم على استاد بتروسبورت، وذلك ضمن الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز. يدخل الفريقان مباراة اليوم بهدف واحد هو الفوز، حيث يسعى الزمالك بقيادة البرتغالي إيناسيو لتجاوز تعادله السلبي الأخير أمام طنطا. أما درويش فيرغب في مواصلة النتائج الجيدة بعد فوزه على المصرية، ولحساب نفس الجولة يستضيف سموحة نظيره الداخلية، ويلعب المصري البورسعيدي أمام المقاولون العرب.